عايزه اخد مكالمه من احمد، وانا مبسوطه ان هو معايا النهارده، والاول مره حد، او ممكن لا تالت مره مثلا، في قصه حقيقيه صح عشان ابقى فاكره كويس قوي، انه حد يطلع معانا يكون بعت لنا قصه. وانا بشكرك جدا احمد. مساء الفل، مساء النور يا سيدي، اخبارك اخبارك ايه؟ ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله. احمد انا بشكرك جدا انت بعت القصه، لا انا بشكرك برضو جدا. عليك القصه لاني واثق فيك جدا يا استاذه سامي. على راسي، ويا رب بقد الثقه دي وربنا ينفع بينا الناس. ان قولي شاء بقى انت الله. عندك كام سنه؟ عندي 24. وهو عنده قد ايه اخوك؟ اكبر مني بسنتين، 26 سنه 26 سنه. من اللي انت بتحكي ده بقى كله، بالظبط. عمرك ما وقفت له وقلت له حرام عليك ليه بتعمل فينا كده؟ وقفت كتير لدرجة، يعني هقول لك على حاجة، المواقف دي كتير اتكررت، يعني ممكن قبل الامتحانات يحاول يتخانق معانا أو يعمل أي حاجة تشتت انتباهنا بحيث إن احنا إيه ما نقدرش نذاكر أو نقدر نعمل أي حاجة. يعني هو كان حتى بيخليك ما تعرفش تذاكر انت طبعا واخواتك، يلاقيكوا أنا بتذاكروا او وأخواتي هتبقوا شطار، فيبتدي يعمل بقى اللي هو شغب في البيت. لأن هو ممكن مستواه ضعيف شوية، فهو عايز يبقى بيبان أحسن مننا كلنا. طب باباك كان بيتعامل معاه ازاي ومامتك وهو صغير؟ بابايا مدرس رياضة، ويعني احنا كلية تربية ودارسين علم النفس، فاحنا عارفين نشخصه وعارفين نتعامل معاه. احنا بناخد حاجة اسمها علم النفس الطفل، وعلم النفس ازاي صعوبات التعلم وازاي نحاول نغير مثلا الطفل من شخصية عدوانية لشخصية سيئة. بس دلوقتي احنا حاولنا معاه كتير، حاولتوا معاه بقى عملتوا ايه بقى؟ يعني بابا حاولنا اول معاه مرة يعني. مثلا عمره ما مسكه وضربه؟ حتى انا نعم. بقول لك لاقصى حاجة ممكن تحصل، بابا عمره ما ضربه، ولا هو ضرب لا بابا ضرب، عشان بابا ضربه وهو صغير فهو شايلها له؟ لا 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 لا، بص ده انا هو بحاول بقى افكر بابايا، معاك ازاي، مع بابايا انه ده مثلا مش عذر. بيتعامل معانا كلنا واحد، يعني مثلا انا عمري بابا مثلا ما ضربني، لان مثلا عارف ان احنا مثلا بنعمل حاجات صح، يعني بابا مدربنا اللي هو ايه او مربينا الحاجة الصح او الغلط، لدرجة ان احنا لو شفنا حاجة غلط ما نجيش جنبها. طب لما ضرب ماما بعصاية المقشة زي ما انت بتقول كده، ماما عملت ايه؟ اعتمد دي يعني، ما يعني عادتش تعيط برضه ابنها مثلا في الاول وتقول وفي له الاخر كده كده بتدعي عليه، ينفع بس تعمل في ماما؟ بتدعي عليه يا ابني اسمع، لا ما ينفعش تقول له كده تعمل في ماما كده، تحنن قلبه وتستعطفه. قلنا ده احنا بيعمل بابا ايه بقى؟ ما نقول انا له عايز اعرف قال الرياكشن. الله، نقول له قال الله قال الرسول ها وكل حاجه زي ما احنا متربيين ونعم كلنا. بالله. طب احنا كلنا كويسين، بس ده في مشكله غلط. طب هو كان بيضربهم ليه يا أحمد؟ هو عايز منهم ايه؟ يعني ايه السبب ان هو يضربهم؟ السبب اللي هو من هو صغير كده، تمام؟ بيضربهم ليه بقى او بيعمل ليه كده؟ بيفتكر لك اي حاجه قديمه ويقعد مثلا ايه يقول طب ليه ده عمل كذا، ده ليه عمل كذا، انتوا ليه جبتوا مثلا خير عندنا كذا. فالضرب دوت لو زمان كان اي حاجه مثلا تحصل كان بابا مثلا لا مش يدي زمان يا احمد، الدكتور قصدها المره دي لما يضرب بالمقشه ضرب ليه، لانه بيتهيالي دي اكتر مره انت شفتها عشان تذكرها ان بالظبط هو اللي هو ضرب ده ماما وبابا مش همه حد. ايه بقى اللي حصل ساعتها؟ ايه اللي عصبه قوي كده؟ ما اللي احنا عايزين عصبه، نفهم او بقى اللي هو دماغه ايه اللي هو ازاي كان عايزه بابا او مثلا طالبه. يقول له انت عملت حاجه غلط وهو مش عايز بابايا مثلا يقول له انت عملت حاجه غلط، وهو محدش دافع عنه من البيت يقول له لا ده يعني عايز حد يدافع عنه، هو غلطان عايز حد يدافع عنه. فماما ما دافعتش عنه، فراح بعد ما الموضوع خلص يقول لها انت ليه ما دافعتش عني وخليت مثلا بابا يضربني او يعمل اي حاجه فيا. بابا كان بيضربه جامد وهو صغير؟ ما بيضربوش، بابايا مثلا شخصية طيبة أحمد جدا، يعني بابايا والله أكيد يعني هيبقى طيب، بس هقولك مش على حاجة حاجة، وحشة. مين بابايا مننا مثلا يا أحسن ابني، أنا طب هقولك ما تدافعش، مين مننا ما اتضربش وهو صغير؟ عشان أكيد كلنا عملنا مصيبة. بس كلنا أنا قصدي بنتعلم الأدب هو يعني كان عشان نعرف بيضربه صح كتير وغلط. أكتر منكم، لأن هو بيغلط أكتر منكم، فهو شايل الغل ده كله بأمانة. لا لا والله، طب هل هو بيتعاطى حاجة يا أحمد؟ شكرا. لا لا خالص بيسرق خالص، ليه لما هو ما متأكد بيتعاطاش يا أحمد؟ ما بيسرق لان هو في حاجه اسمها، في حاجه مثلا في الناس اسمها ورقه السرقه، اللي هو السرقه مش عارف يجيب فلوس من الشغل بتاعه او اي حاجه عشان يهدي بيها الناس، فبيضطر اللي هو ياخد فلوس طالما مانعين اتمنى عنه الفلوس او الكلام ده عشان ما يحصلش حاجه. اما اتمنى عنه الفلوس اضطر يشوف حلول بديله اللي هو يقدر يجيب منها فلوس. طب انتوا عرفتوا منين هو ما بيشربش حاجة؟ عرضتوه على دكتور؟ لا ده اخويا يعني احنا قاعد معانا يعني اكتر اغلبيه الوقت شايفينه قصاد عينينا، مش لا هو بيشرب بينزل سجاير ولا بيشرب الشارع اي حاجه. ويقعد مع الناس ويبقى لابس هدوم مش نظيفة وقاعد بره البيت كتير، ممكن يكون اتلم على شلة مش كويسة، بيروح يديلهم الهدوم والفلوس عشان يشربوا حاجة؟
لا لا لا، ما فيش الشلل. احنا يعني حتى بص، لو في اي حاجه احنا برضو بعيد عن اللي هو اصدقاء السوق او الناس دي. جوز اختك بيشتغل ايه؟ جوز اختي شغال في طب مش ينفع في اقول مكان، والله ما تقولش في مكان، قولي بس شغال ايه، وظيفته ايه، عشان ما نعملش دعاية شغال لحاجة. في، طب المشكله وظيفته مرتبطه بمكان، لو ايه مرتبطه بمكان الوظيفه بتاعته. مرتبطة بمكان يعني. طب انا هبقى اعرف منك تحت الهوا. طب هو ما ماشي. يقدرش يوقفله؟ لا، ما مش عايزين نتدخل يعني، هو برضو احنا مخلين عشان الموضوع ما يكبرش، يعني مخلين هو التعاون كل بينه ده وبينه الموضوع محدود ما مش كبرش قوي. وعمال بيضايق عياله وجاب لهم فوبيا، وبتقول اول ما يسمع صوته بيرموا التليفون، هو ما اتدخلش؟ اتدخل وبقول كلام، بس ها الواحد ايه برضو، هو لان جوز اختي فبنحاول نبعد عن الموضوع وبنحاول نبين الدنيا كويسة مش وحشة قوي، بيحب فمش مين يا احمد من العيله ممكن يسمع كلامه؟ مالوش حد بيحبه يسمع كلامه ويقول له كلمتين؟ نجيب له مين؟ ما والله كان في مثلا جدي كان يقول له، يعني كل الناس اللي كانت موجوده حوالينا كان جدي يقول له لا يا ابني غلط، عيب اللي انت بتعمله ده، او اي حد يعني يقول له مثلا الكلام ده يجي بعد كده يقول لنا انتوا ليه بتبلغوا بتشوهوا صورتي قدام الناس، طب ليه عملتوا كذا 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 كذا. لدرجه هقول لك على حاجه يا سن، كان في مثلا ممكن احنا العيله اللي هو المجتمع المصري عادي يعني، اللي هو ممكن حد مثلا لو اختي موجوده ممكن يجي لها عريس من عيلتنا او اي حاجه، الناس عارفة، الناس يعني قالتنا عرفت اللي هو كذا، فلا الناس بتبعد. اختك عندها كام سنة؟ لا، أختي اللي كانت اللي متجوزة دلوقتي، لا اللي هي اللي ما اتجوزتش، مش انتوا اتنين اختين أختي عندها 21 سنة 21 سنة وبيبعدوا اول ما يسمعوا؟ بالظبط كده. وهي بتشتغل ولا ما بتشتغلش ولا ما اتخرجتش لا لسه؟ لا، ده هي لسه في آخر سنة في الكلية. طب انت رأيك نفسك تعمل ايه يا احمد؟ انا نفسي في الاول وفي الاخر هو اخويا، او انا نفسي يبقى الاثنين سند لبعض، لاني حتى لو اخواتي البنات موجوده بس كل واحد يبقى ليها مصالحها، اللي هو خلاص اتجوز هتشوف مستقبلها مع حد تاني، يبقى الاخوات الولادين مع بعض يبقى سند، فانا نفسي اخويا يبقى كويس. لما انتوا تعرفوا ان هو ممكن يكون متشخص اضطراب او اضطراب في الشخصية زي ما كانت دكتور سارة بتقول، ليه ما حدش فيكم وداه المصحة؟ خفتوا منه؟ مش عايز يتعالج زي ما الدكتورة قالت، مش عايز يتعالج ما يعني هو خالص، حبيبي اللي بيروح رحت في مصحة ده سكة بيبقى العلاج. مش بمزاجه ومش بيروح ان هو يبقى عايز يتعالج، بس احنا لازم بنعمل كده. ما فكرتوش ان انتوا تاخدوا اجراء قانوني انه ده يروح يقعد في مصحة؟ ده لا، ممكن بيبهدل، يوصل احنا لحاجة قلنا اكبر. له والله، بابا قال له يا ابني لو في حاجة انا ما فيش مشكلة، انا ممكن اصرف الفلوس كلها بس انت تبقى كويس. لا، انتوا اللي متخلفين، انتوا اللي مجانين، انتوا مش فاهمين اي حاجة. للأسف هو مش هيعترف إن هو عنده مشكلة محتاجة علاج، لأن مش هو اللي مضروش. بس مش لازم هو اللي يعترف يا سارة، أنا قصدي يعني أهل أحمد وأحمد في يودوه قوانين بقى مصحة بالعافية. أنت بالعافية، دي في مجبور إنك قوانين تروح. يعني بتحدد إمتى ينفع الأهل يدخلوا حد في المستشفى بالعافية، مش دايما بتبقى بتنطبق على الناس اللي عندهم اضطرابات شخصية. يعني دي حاجة عادية ما تستحقش إن هو يبقى في لا، مصحة، لازم صح؟ يكون في مبررات محددة جدا. يعني حتى لو ضرب أهله لأ؟ يعني على حسب، يعني في ضوابط قوية جدا حطاها يعني الأمانة العامة للصحة النفسية وكده، علشان مش أي حد يدخل أي حد مستشفى ثانك يو، طب ان انا نفسي بستفيد أو منك. اه طبعا، لانه ممكن إن اي اهل تقول كده. بس ف احمد انت بتقعد معاهم كل قد ايه وبتسافر؟ لا يعني انا كنت قاعد معاهم مثلا السنه الاخيره ديت، انا اللي بعدت مثلا شويه عنهم اللي انا في الشغل بتاعي بعيد، بس باقي السنين كنت معاهم على طول وبقيت يعني. لما انت سافرت ورجعت لقيته حالته ساءت اكتر لا، ولا اتحسن أسوأ شوية؟ من أول يعني، المرة اللي فاتت لما كنت في الأجازة كان في رمضان الموضوع ده، بابا قسما بالله يعني بيشكي منه، اتخانق معاهم قبل الفطار، طلع بابا وراني خرابيش على رقبته. طب ليه يعني كده؟ لف ايه على رقبة بابا؟ من الضرب أو هو بيضربوا بعض عشان خاطر يهدأ أو ما يلمش الناس أو حاجة، يطلع الناس كلها قبل الفطار، تقريبا كان فطار الناس عندنا. الضرب مبرح مش اللي هو بسيط او حاجه، ما بيهداش لا حول يعني، ولا هو قوة ممكن اللي إلا هو بالله. ساعه الخناقه او وطبعا المشكله قالوا لكم بقى في ممكن ما المنطقة إن بياخدش ممكن باله، يكون في ممكن ما حاجة، أو ممكن يكون نوديه لشيخ، أو نوديه مش عارف إيه، في حاجة جواه كل حاجه والله ما طبعا طبعا. لدرجه طب ماما ما فكرتش تروح لدكتور نفسي تاني معاه؟
ولا ماما خايفة منه؟ راحت، لا راحت وجبنا حاجة اسمها يعني، كنت انا مثلا الحاجات ديت كنت، كان في دكتورة كويسة معايا في الجامعة قالت لي لازم كذا 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 يعني، برضه حاولت اتكلم بس ما بينتش قوي لان احنا في الكلية بتاعتنا كان عدد قليل، فما ينفعش اوضح المشكلة اكتر. مش معنى بعتلنا احنا. لا احنا بعت لان واثق فيكم والموضوع مش راضي يتحل، فانا عاوز برضو احل. فيعني طب ولو احنا حاولنا نحل هتساعدونا؟ نعم هتساعدونا؟ اكيد طبعا. هي ما فيهاش غير ان هو لازم يقتنع لا لا اكيد طبعا انا معاكم فيها، ان ماما وبابا يقعدوا، لان ده اكيد هيتعالج بالادويه. ساره صح؟ هو اساسا بيبقى محتاج ثيرابي، وممكن لو في اعراض معينه محتاجه لما علاج يجيب دوائي السكينه يبقى ساعات محتاج مهدئات. اي جاس هو مش تقريبا عايز مش تعديل شرط. سلوك. تعديل سلوك هيرضى يروح يا ابني؟ اه هيرضى. نتدخل هو بقلب جامد؟ اتكلم معاك وقالك ان هو هيرضى يروح علاج لا نفسي؟ احنا عم نقنعه. انت هتعرف تقنعه يا احمد؟ اكيد طبعا. يعني انا استنى منك تليفون لفريق الاعداد ان انت تقولي اقنعتهم عشان نتدخل، ما فيش مشكلة تمام. واحنا نبقى قدها، بس ما تقوليش هيعمل حاجة وفي الآخر ما يعملهاش. لا لا تمام. لا هتكون خلاص معاكم إن شاء الله. اتفقنا، ونورتني وعلى راسي وتسلم لي يا حبيبي. ربنا يديك الصحة وطول العمر انت وأهلك. ربنا ميرسي يخليك يا يا أختي حبيبي. وفادي. ثانك يو. ميرسي يا، باي باي.